بيوصل لا يكون شي مطرح سهران هلا بيوصل عزلنا عالسهرة ونسينا بالمرة ليلة معود يسهر برا شو بيحلى السهر طوع الزهرة بيوقف القمر آخر السهرة آخر الليل آخر الغنية ولفتات السفر آخر الجلسة بيتعب الموال والحكي المنسي بيرجع على البال آخر الجلسة كل اللي مش هون بتصير تسأل عنهم وبيكبر السؤال ضلوا عنا ما بكير بسليكن بحكاية ما بكير ضلوا عنا ما بكير بسليكن بحكاية ما بقى بكير والغايب بيحضر ما بقى يتأخر منغني منغني حتى الليل يطير يمكن هو بس فيناكم أهلا وسهلا كيف الصحة ليش مأخر اسمعي تنسلم ظاهر نسينا مشاكل مشاكل شو هي المشاكل جايك شوي شوي جايك مع الغنية جايك شوي شوي جايك مع الغنية عم احلم بسهرة وبرفقة السهرة إلا الكرسي وإجت علي جاي شوي شوي جاي مع الغنية جاي شوي شوي جاي مع الغنية عم أحلم بسهرة وبرفقة السهرة إلا الكرسي وإجت علي كرسي النايم للطابق التاني إن شاء الله ما تأذي كمل الخبرية ركضنا لفوق عبد مرحش حرب لقينا بيت ساحة حرب ركضنا لفوق عبد مرحش حرب لقينا بيت ساحة حرب مدفعية شطاط أنا بالكبايات من فوق راسك صحون تفتكر طيارات هو ومرته وامه واخته علقانين ما فيك تعرف هيدا مع مين وهيدا مع مين وين زنودك وعتاكل ضربة هاكلت ثلاث صحون يا ريت صحتين نعمان يا بت مرهج حرب يا ارموني وسكتوا يا بت مرهج حرب ما حدا رد علي ولا حدا طلع في اخدت العصاي ونزلت فيه الضرب ولما شغلت العصاي ركضوا صربتن رضاي قلت لهم هلا بتروح وقعدوا احكولي لحكاية بوسناهم ورضيناهم ما إلا عيني تركناهم الله يديمك أبو لعبان بتسع
صف النوايا للمغلوب للزعلان لا حل للقضايا. الله يديمك أبو نعمان بتصف النوايا للمغلوب للزعلان لا حل للقضايا. أمان يا هل إخوان إذا مر سألتوا مع النسوان بالليل اطلبوني. الله يديمك أبو نعمان بتصف النوايا للمظلوم وللزعلان لا حل للقضايا. اسحروا شوي ما بقى تحرس بدنا الروح. الله معكم نسيناكم. الله معكم نسيناكم. وهلا وين كنت؟ شو حكينا؟ هالقصة بقطعت عقلي. شوف يا انا اكل صحن وبعده معلم. ايه عالجلسات عند لطيفة مش صحون. بعد بدك تاكل علقة. كلمتين بفل. افل راح فل فل كف الاكل عند لطيفة. عم قلك رايح. الله معك. رايح. الله معك. سكر الباب. هي سكتت الدنيا. عملوه شو بتحب المشاكل؟ بدنا حدا يصالحنا